من أولياء الله، وإن لم يكن البنا وليا فليس لله ولي، وإن لم يكن البنا وليا فليس لله ولي. سنتعرف على حقيقة هذا الرجل أيها الإخوة الكرام، وعن حقيقة دعوته، لأننا نشاهد اليوم على شاشات التلفزيون الكلام الكثير فيه الغث والسمين، والإنسان لابد أن يتطلع، والإنسان لابد أن يتحرى الحقيقة أيها الإخوة الكرام. وهذا هو ديدننا، أن نتحرى الحقيقة. ماذا عن الإخوان المسلمين؟ وماذا عن دعوة الإمام البنا؟ وماذا عن منهاج هذه الدعوة؟ وماذا عن وسائل التغيير لهذه الدعوة؟ سنتعرف إن شاء الله تعالى عن هذه الدعوة وعما تصبو إليه، لأن الكلام في التلفاز وعلى الشاشات، وأضحكني كثيرا لما رأيت في شاشة في الأخبار بعض الصحفيين دي جورناليست اون فوا ايل فوا ميدان التحرير لا بلاس دو التحرير ايل فوا دي فرير ان تران دو فير لا بريير ايل ديز فوالا لا بروف لي فرير مسلمان اي سون لا باسكو يا دي جون كي بري سا مفي رير مي تو لو بوبل ايجيبسيان سي ان بوبل مسلمان 10% سو سون دي كوبت دي كريتيان مي 90% حسب لها 80 مليون سو سون دي مسلمان ايزون لو دووا دو بريير وجعلت لي الارض طهورا. إنسان المسلم يصلي فين ما بغى، لكن الكاميرا هذه اللي تجي من فرنسا وتجي من أمريكا وتجي من دول الغرب عموما تسلط الأضواء على هذه الجماعة التي تصلي ويقولون لا بروف لي فرير مسلمون إيسون. سنتعرف على هؤلاء لي فرير مسلمون، نتعرفوا عليهم. سوني با ان تابو. الآن الحمد لله كل وسائل الإعلام تتكلم بكل حرية إن شاء الله. فنريد أن نتعرف على هذه الشخصية المصرية حقا، ولكن يعني مصرية في المنشأ، ولكن عالمية في الفكر والمنهج. لقد ولد الإمام البنا في زمن عصيب في تاريخ الأمة الإسلامية، زمن كانت الخلافة الإسلامية في طريقها إلى الزوال والإقصاء، وكانت الأمة الإسلامية والعربية في طريقها إلى الانحصار عن الإسلام وعن هويتها وثقافتها. فيقيض الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة الإمام حسن البنا في الزمان والمكان المناسبين، فكان بحق أهل لحمل هذه الأمانة الثقيلة. ولنستمع إلى الإمام البنا وهو يتكلم عن حال مصر، وكأنه يتكلم بلسان الحال عما يجري الآن في مصر. كتب هذه الرسائل في الثلاثينات والأربعينات، وسنحاول أن سأحاول أقرأ عليكم بعض مقتطفات كلام الإمام البنا عن الحالة السائدة في مصر، وعن الحكام الذين حكموا مصر في تلك الفترة، وكأنه يتكلم بلسان الحال. وهو يقول: وهؤلاء الحكام المستبدون الذين يسيئون استخدام سلطتهم ويتخذونها ذريعة إلى إذلال الناس والتعالي عليهم. من علقش على الكلام هذا؟ أنتم ما غير طبقوا هذه المعاني اللي يقولها الإمام البنا في الأربعينيات من هذا القرن، 60 سنة ولا 70 سنة بعد، وطبقوها على الواقع الحالي الآن اللي تعيشه مصر والأمة العربية عموما. ويتخذونها ذريعة إلى إذلال الناس والتعالي عليهم وهضم حقوقهم، أصنام جاء الإسلام لتحطيمها والحد من سلطانها وإخضاعها لقانون العدل والمساواة. فالحاكم والمحكوم سواء في شريعة الإسلام، ولكل منهما حقوقه وعليه واجباته. فعلى الحاكم العدل والإنصاف وحسن الرعاية، وله الطاعة والنصيحة وحسن المعاونة. وحقوق الحاكم واجبات المحكوم، وحقوق المحكوم واجبات الحاكم، ولا فضل لأحدهما إلا بالتقوى. ولقد شنها الإسلام غارة شعواء على هؤلاء الحكام الظالمين من قبل ومن بعد. قال سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة
رجل أشركه الله في ملكه فأدخل عليه الجور في عدله. يا أيها الناس، يقول الإمام البنا، يا أيها الناس، إن مهمة الإسلام الأولى والأخيرة التحرير، بنص هذه الكلمة وكأنه يتكلم في ميدان التحرير. إن مهمة الإسلام الأولى والأخيرة التحرير، وما أدراك ما ميدان التحرير، حتى تستقيم الوجوه والغايات لله وحده، ولا تعبد شيئا سواه. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فحطموا أصنام الهوى وأصنام المال وأصنام الحكم، واتجهوا إلى الله الذي أنزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإن عجزتم عن أن تحطموها فلا أقل من أن لا تعبدوها ولا ترهبوها، والله أكبر ولله الحمد. ويقول كذلك الإمام البنا رحمة الله عليه واصفا لهذا الحال، حال الأمة، كما قلت وكأنه يتكلم بلسان الحال: لا تيأسوا أيها الإخوان، لا تيأسوا، فليس اليأس من أخلاق المسلمين، وحقائق اليوم أحلام الأمس، وأحلام اليوم حقائق الغد، ولا زال في الوقت متسع، ولا زالت عناصر السلامة قوية عظيمة في نفوسكم وفي نفوس شعبكم المؤمنة، رغم طغيان مظاهر الفساد. والضعيف لا يظل ضعيفا طول حياته، والقوي لا يظل قويا طوال حياته، والقوي لا تدوم قوته أبدا أو أبد الآبدين، كما قال سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. هذا هو كلام الإمام البنا رحمة الله عليه، وكأنه يتكلم لهذه الجموع الموجودة في ميدان التحرير. عاش الإمام البنا أيها الإخوة الكرام 43 سنة، وهو من أعظم الشخصيات، وصفه الإمام الغزالي رحمة الله عليه بأنه مجدد القرن 14 الميلادي، وقال عنه أبو الحسن الندوي: الداعية العبقري. وقال عنه الأستاذ عمر التلمساني رحمة الله عليه: القائد الملهم الموهوب. ويصفه الشيخ يوسف القرضاوي: القائد المنتظر. لقد أسس جماعة الإخوان المسلمين فاختار لها هذا الاسم، قال: من نحن؟ نحن إخوة في الله، وما هي غايتنا؟ وما هو منهاجنا؟ هو الإسلام. فقالوا: سنسمي أنفسنا بالإخوان المسلمين. والبنا كما يقول الإمام أو الشيخ القرضاوي حفظه الله، والبنا اسم على مسمى. يقول: كان حسن البنا مؤسس الحركة، له من اسمه نصيب، أي نصيب، فكان حقا رجل بناء، بناء الإنسان، بناء الإنسان الذي يقود هذه الحركة أيها الإخوة الكرام. فكان حقا رجل بناء لا رجل هدم، ورجل عمل لا رجل كلام، ورجل واقع لا رجل خيال. أما منهجه أيها الإخوة الكرام فكان إصلاح الفرد طريقا لإصلاح الأسرة. يعتمد الإمام البنا في دعوته على إصلاح الفرد، فإذا صلح الفرد صلحت الأسرة، وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا صلح المجتمع عم الخير لهذه الأمة أيها الإخوة الكرام بكافة مستوياتها. لقد أرجعت الإسلام إلى الحياة، لقد أرجعت يا إمام الإسلام إلى الحياة الواقعية بكل ميادينها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية. كان الإسلام معزولا في تلك الفترة. كيف نفسر تأسيسه لجماعة الإخوان وعمره 22 سنة بس؟ 22 سنة، لما بلغ 22 سنة أسس جماعة كبيرة، ولم يكن أظنه في ذلك الزمان يظن أن هذا الصيت سيصل إلى العالم أجمع. أسس جماعته وكان في عمره 22 سنة. من منا يا شباب اليوم؟ من منا يا شباب اليوم يؤسس عمل مثل هذا في مقتبل العمر 22 سنة؟ إنسان عنده ما شاء الله 40 50 60 70 سنة، لما يشوف واش دار وراه، يشوف غير وراه ما يلقى والو، ما يلقاش حاجة كبيرة بزاف دارها باش ينتفع بها. أما هذا الرجل
فلما كان عنده 22 سنة أسس جماعة، ومن ثم يصبح في مدة قياسية أكبر جماعة فكرية وحضارية سياسية ذات سمت وطابع واحد في جميع أرحاء أو أرجاء العالم الإسلامي. كيف نفسر من خلال إمامتك للجماعة والتي بلغ بالسنين 21 سنة، يعني 22 سنة وبعدين عاش 21 سنة بعد ما أسس جماعة الإخوان المسلمين، بقى فيها 21 سنة. في 21 سنة أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الإمام الغزالي رحمة الله عليه، يقول زار أكثر من 3000 قرية في مصر. في 21 سنة زار أكثر من 3000 قرية في مصر، من بين 4000 قرية، بالرغم من أنه كان يشتغل، كان أستاذاً في المدارس الابتدائية، ما كانش واحد الدكتور اللي خدام مش عارف أنا دكتوراه من الأزهر ومن الجامعات الأمريكية ومن كذا ومن كذا، كان مدرساً، ولكن همه أو شغله الشاغل هو كيف يرتقي بهذه الأمة، كيف ينتقل بهذه الأمة من مستوى الضعف والضياع وحب الزعامات إلى مستوى تصفو له النفوس. فإذا حسبنا 21 سنة دعوة ضربناها في 12 شهر يخرج عندنا 252 شهر و 3000 قرية أيها الإخوة الكرام، نقسمها على 252 شهر، يولي عنده كل شهر يزور 12 قرية، مش زيارة خاطفة فقط، يمشي ويلقي محاضرات ويتكلم مع الشباب ويتكلم مع شعب الإخوان ويتكلم مع الطلبة ويتكلم مع النساء ومع كل الشعب. وهكذا أيها الإخوة الكرام، كان الرجل يشتغل بالليل وبالنهار لا ينام إلا ساعة، وسأحكي لكم قصة يرويها لنا الشيخ يوسف القرضاوي كيف كان يعيش هذا الرجل، كانت له همة عالية أيها الإخوة الكرام. فيقول الشيخ يوسف القرضاوي في مقاله ليلة ويوم مع المرشد البنا في المحلة، ليلة ويوم قضى معه ليلة ويوم مع المرشد البنا في المحلة، يقول زارنا قادما من مدينة زفتة، زارنا إلى المحلة الكبرى ثم ذهب إلى دار الإخوان بنواب الشعب، يعني جاء من مدينة زفتة ثم بعد ذلك إلى مدينة أخرى اسمها المحلة الكبرى، ثم بعد عمل محاضرات والتقى مشى إلى دار الإخوان ليلتقي بنواب الشعب ثم بالعمال ثم بالطلاب، هذه كلها في يوم واحد، وظل في اجتماعات إلى أن بقي على الفجر حوالي ساعة واحدة من صلاة الفجر حتى الساعة 5 ديال الصباح. فقال الإمام البنا لمن حوله أستأذنكم لأستريح هذه الساعة، ودخل الحجرة. وبعد ساعة يقول الإمام الشيخ القرضاوي قل وبعد ساعة وجدناه خارجا فلا أدري هل نام هذه الساعة أم لا. وكان يقول إذا أراد الله عبدا سخر له النوم، إذا أحب الله عبدا سخر له النوم. وجاء الفجر فصلى بنا، بعد ساعة جاء الفجر صلى بنا، وعند ويقول الشيخ القرضاوي صلى بنا بصلاة بسورة قاف يتذكر، وعندما استيقظنا في الضحى علمنا بأن الشيخ، يقول الشيخ القرضاوي نحن بعدين رجعنا لننام بعد الصلاة، أما الشيخ فلما استيقظنا فوجدناه بأنه دعي إلى قرية محلة أبو علي لتناول الغداء.